السلام عليكم. بالنسبه لنا ديال الجو اليوم ما كاين في تركيا على حسب نضرو شي شويه خفوا شويه الحمد لله سالم بالدراسه ديالنا. نتمنى انهم تكونوا كتسمعوني. بالنسبه بزاف ديال الاسئله كيطرحوا عليا بالنسبه للدراسه في اوكرانيا، بالنسبه يا خويا للمدينه الفلانيه علاش فيها الثمن طالع وعلاش في المدينه الاخرى كاين الثمن رخيص. خوش بالنسبة للمدن يعني كاين كييف خاركوف اوديسا، يعني هاد المدن هادي كتكون شوية غالية بارابور دنيبرو، يعني كتشوف غير من الترونسبور وكيكون الغلا كيكون الفرق في الثمن. ما أدراك يعني اش نقول لكم، يعني بالقراية يعني تقريبا حيت المدن في اوكرانيا ماشي بحال في المغرب كيكون ثمن واحد محدد لا في ترونسبور لا في المعيشة لا في كلشي. المدن الاخرين في اوكرانيا كل مدينة يعني كتجري كل وحدة كتجري في الطريق، فهمتوني؟ يعني ما شادينش يعني ثمن واحد محدد بالنسبة للقراية ولا بالنسبة للمعيشة ولا بالنسبة للترونسبور. والحاجة الأخرى اللي بغيت نقول لكم بالنسبة للناس يعني اللي باغيين يجيو لأوكرانيا، راه ديجا النيميرو ديال التليفون ديالي نحط لكم في صندوق الوصف ولا كاين في لي فيديو الآخرين، صيفطوا لي في واتساب. ولي زانفيتاسيون تجيال راه بدا من دابا، اللي يعني باغي يجي راه كيصيفط لي في واتساب كنتواصل معاه كنعطيه جميع لي زانفورماسيون باش المتائق لا يحتاجو داكشي كامل الأثمنة وداك الشيء. وكيسولني عليه واش خويا حسين واش كاين ديال الضمان ديال الفيزا؟ واش بصح خو الضمان ديال الفيزا راه 100% بصح، الا ما خرجات لكش الفيزا راه خص ضروري كتدفع داك الضمان ديال الفيزا. المهم هذا الموضوع هذا ندوي فيه بريفي احسن باش الناس يفهموا وهادشي اللي كاين. ولكن باقي شي تساؤلات خليهم لي في هذا الفيديو، خليهم لي في الكومونتير راه نجاوب على جميع الاسئله ديالكم، يعني على جميع لي كومونتير اللي حطوا ليا. وهادشي اللي كان، كان معكم حسين، اطلعوا ليا في راسكم ونشوفكم في فيديو جديد. وتركيا راه زاهية التانية. بيس.